الشهراني. يا اخي الشاي زين اليوم ولا بس يهيالي؟ كل شيء جميل اليوم. الجو جميل والشاي جميل والوجوه جميله. حتى المويه. عبد الله لبيه. امس شيخ نورنا يا عبد الله. دقيقه فهد. امس شيخ واليوم هو شيخ. عبد الله لبيه. رفعوا صوت السبيكر عندنا يا شباب. عبد الله وين البشت اليوم؟ مو عندنا ما تنزله. هي جاهز البشت شوي. يا عبد الله شفت يا عبد الله كيف الدنيا تدور؟ توعد الدنيا دوار وان بوقف فقره فوركم فوكس. وين البشت؟ تبغى توقفنا؟ تبي توقفنا يا عبد الله؟ اخي رحم الله امرين عرب قدر نفسه. الله لا يشمت بنا. قل يا الله ان الله لا يشمت بنا احد. لا يخاطب الكاميرا اسمع. خصم 3000 امس مدري 4000 الحاله مخاطبه الكاميرا. ما قد كملت الشيخه اول شيء. عين ما صلت على النبي. ايش 24 ساعه؟ ما كملت. خمس ساعات. خمس ساعات بس. انت اسرع شيخه في العالم يا عبد الله. نام بالبشت؟ صحيح. اسرع شيخه بس ما 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 اتوقع احد بينسى الشيخه. عبد الله يعني انا لو سويت كبسه حاشي يمكن شيختك اسرع منها. كبسه حاشي؟ يا رجل كبسة حاشي بتطول اكثر. والله عبد الله مره يعني كويس. والله اديته يا شباب. لا ما انا اديته اديته. طيب الشيخه كلها فين راحت؟ في غرفه التواصل. اي في غرفه التواصل. تصريحات طلعوا سحبت. والله لا بلان. والله البشت ما عليه شيء. صدقني انها عين ما صارت عندي. حتى ما يمداك تاكل البشت مره ثانيه وحلقت اليوم كان المفروض تكشخ ابو عبد الله. لبست بشتين. ترى امس امس سؤالي له ترى كان مقصود. لكن ما فهمه. يلا ما عليه. ايش كان سوالف يا اخوان؟ انتم مطلعين تسولفون مع بعض. طالعين سوالف. ما نسولف الا مع الشيوخ. اللي ما مشيوخ ما نسولف معه. طيب عبد الله لبيه. والله انا مره اسف لك امانه لكن عبد الله انت دخلت اليوم غرفه التواصل صح؟ ان شاء الله ما تتخطى يا عبد الله. ايشو اقول؟ ان شاء الله ما تتخطى. هذا نتقبل كل شيء يا اخوان عادي. مو كل شوي معك. احنا اليوم ما بعد اسبوعين ان شاء الله الجمهور ما يقصر. ان شاء الله احنا مره مبسوطين عشان كذا في تقاطع. مره المشاعر جياشه. عبد الله بسالك سؤال حبيبي. هلا بيه. اليوم الصباح دخلت غرفه التواصل صح؟ انتوا الشباب صح؟ كلمتوا بالتليفون صح؟ هل احد كلمكم؟ نعم. من؟ اباظه من جوا. رد عليك اباظه في التليفون؟ لا ما رد في التليفون. اجل كنا نبغى فطور. لا لا انا اسال سؤالي واضح عبد الله. في مقطع خلينا نشوف انا وياك. خلي نشوف المقطع. ورني المقطع. الو السلام عليكم. حطيت منصبي شيخ واخويا يبغى لهم فطور وموصيني من العشاء ونبغى فطور. كيف ما يمدي؟ ما نخلي اخويا بدون فطور يا اخوك. عبد الله هذا المقطع من اللي كلمك هنا؟ اباظه. ابغى اكلمك في المكالمه هذه. نعم. طيب ممكن تدق عليها الان؟ نبغى فطور قلنا. طيب مفصوله الاسلاك. ما لانه مفصول من الصباح حقيقه. لا والله مفصوله مو بنفس تركيبته في الصباح. عبد الله حبيبي لبيه. من كلمك الصباح في التليفون؟ احد كلمك ولا لا؟ نعم سهل. نعم. من كلمك؟ نعم كلمتهم وقلنا نبغى حتى كلم. لا لا عبد الله دقيقه خلينا نتكلم. طيب يا اخوي انا بسالك سؤال واضح عشان نكون محددين. ها يلا اسال. عبد الله حبيبي اتصلت بالتليفون اللي قدامك. نعم. من اللي رد عليك؟ رد اباظه جوا. اباظه حتى كنا على الصوت كنا قايلين شايلينهم قلنا هذا صوت اباظه مو بصوته. ما طلعت عليها وقلت هذا صوت اباظه مو بصوته؟ نعم قاله مساعد الشيخ الله يذكره بالخير. من كيف سمعه مساعد الشيخ؟ كلمه كله. كيف سمعه؟ ما طلع الصوت. ما حد طلع صوته. ما طلع على الهواء. ممكن طلع عندنا في التليفون. عبد الله هلا بيه. هذا الصوت مشبوك على سبيكرات القريه كلها. ما ادري هذا مشكلتكم في الاعداد دخلني انا. اي بس ما حد تكلم احد اليوم. انا كلمت. ما حد اتصل عبد الله. لا نعم كلمت وقلنا نبغى فطور ورددنا اصلا على الهواء جوا قلنا نبغى فطور. قالوا في فطور هنا. قلنا نبغى نغير للشباب. لا لا لا, لا على الهواء خله. انا اتكلم عن غرفه التواصل. انا اقول انا ما جحت غرفه التواصل. قاعد اقول لك تكلمت في كل مكان. إيه حتى الاتصال اللي جوا. سؤالي محدد. غرفه التواصل من اللي رد عليك في التليفون؟ انت دايم تطلع في الكاميرا. الحين وقفت خلاص مع الطالع. لا ابغى اشوف شكلك يا طالع. ولا متوتر عبد الله؟ عادي تمام. عبد الله باظه يقول ما رديت عليه لان هذا اصلا التليفون اوريدي. خلاص باظه ما رد علي. طيب انا قلنا رد علي. طيب لحظه عبد الله ها لبش. هذا التليفون يا حبيبي مشبوك على سبيكرات. وين تبيني اطالع انت؟ ابد. وين ما بتبي كيف تشوف شكلي احلى في الشاشه؟ لا لا انا بالتليفون. خل شكلك لانك بدون شيخه ما ابي شكلك. انا بتكلم كان شكلك هذه قطعه عبد الله. كان شكلك بالشيخه احلى مره. لا لا قطعه بالبشت مره حلو. يمكن انا كنت. لكن سؤالي عبد الله اخر مره اسالك عبد الله ترى الصدق الصدق حلو. مش حلو انك تطلع بشكل متردد. مش حلو انك تطلع بشكل جميل جدا. ايه حلو. هذا التليفون
هذا التليفون اللي قدامك مشبوك على السبيكرات مباشرة. حلو. يعني مستحيل أحد يرد عليك في السماعة. إذا أحد رد عليك بيرد على الهواء. يا سلام، أنا كلمت ورد علي شخص بس ما كان. كيف؟ ما أدري، سأل نفسك. إيه نفس النظام اللي خلاكم تطبون. لا هذا هو خوي، أنا أفطر وجاء والله بالعافية. أبغى والله قلوبكم. اللي كلمته يا عبد الله سمح لك الطب؟ لا. يعني ما كان في أحد يدري عن الطب. الفطور وصحنا عند الباب وصحنا في. وش قال لك أبغى في التليفون؟ قالوا ما في فطور. قالوا بعض كذا، قالوا في فطور جوا، قالوا حتى الثانيين هذول اللي اتوقع اليمنية عبد الله اخواننا اللي من اليمن. نصيحه لك ولاخوك، ترى الكذب حبله قصير دائما، اشهد لله انها قصير. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن يكذب ليضحك القوم. هي مو مش مجال الضحك، مش مجال انك تتهم احد. عبد الله ما اتهمت احد. لا قاعد تتهم اباضه، لا لان اباضه معي الان في الاربيز. لا تتهم اباضه تقول رد عليه. ما اتهمته، اذا اباضه حلف اني ما سالته قلت نبغى فطور وقال. طيب عبد الله عبد الله اوكي دامك رضيت اباضه سالته. اسمع يا اخوي يا سعود، سم ايش جايبين تسولفون؟ ما حد سمع كلامي. اسمع، اذا اباضه قال اني انا ما جيت يا عبد الله انا واخويا قلنا له نبغى فطور، قال ان الوقت ما يمدي، المفروض تطلبون من بدري. حتى محمد عيسى قال المفروض طلبته من بدري، الحين ما يمديني. طيب قلنا اوكي. طيب عبد الله انت قابلته ولا كلمته؟ كلمنا، عدت لك اماكن كثيره كلمناها فيها. التليفون اللي قدامك يا عبد الله. كلمنا عند الباب. ها التليفون اللي قدامك كلمته منه؟ كلمته عند الباب. عبد الله التليفون اللي قدامك هذا هو التليفون. ايش كلمته منه؟ نعم. تحلف؟ نعم. احلف. لا ما في محكمه، احنا نحلف لك. ما اي شكرا عبد الله. لا شكرا عبد الله، انا لو اني صادق لا تسوي كذا جبت اقصائي يعني. لا ما في محكمه، بس لا في محكمه، ترى برنامج واقعي. الله يجعلني هدوه. طيب لا انت تطلب حلف بابا. ايش عفويه، لا تحلفني. طيب عبد الله، والله عبد الله معليش. طيب اوكي عبد الله، ها نقطه اخيره بس، عادي خذ راحتك تفضل. لا بس شفت في احد هنا قلت لك لا. بسم الله عليك، ما حد بجايك. انت بس قلت خل اباضه يحلف. انت اللي طلب الحلف، ترى انا ما مو من طبيعي اطلب منك. انا طلبت قلت بابا احلف. ايه انا قلت اتق الله في نفسك. انا قلت بابا احلف، قلت انا ما راح احلف. لا قلت بابا يحلف قبلها عادي، عشان كذا انا قلت دامك تطلب حلف بنطلبه منك، وانت موجود على الهواء ولا يحتاج بابا. انا احلف، انا ماني بحالف. طيب خلاص، لانك عبد الله، لانك عبد الله غير صادق في هذه النقطه، انك مساله انك كلمت اباضه من هذا التليفون. اباضه لا لا عبد الله، اباضه ومكلم محمد عيسى. عبد الله جبتوا فطور؟ نعم. وشو؟ نفس الفطور اللي جابه الشلهيب اول. طيب عطونا المقطع حق عودة الشباب يا اللي صوره ونزل في السوشيال ميديا، خلنا نشوف معهم فطور ولا لا. لا لا نبغى مقطع عودتهم. فطور جاء، خلنا نشوف. اي شوف. طيب على بالصوت، يلا عطونا المقطع، خلوا عبد الله يتمقل في عودتهم. طيب هذا عودة المتسابقين راجعين. اي هذه بعدها بربع ساعة اتوقع. لا عودة، هذه ربع ساعة مدري نص ساعة. الله يسعد. ولا شيء ولا حاجة. لا سعود لا ما يصلح كذا. ولا أي حاجة، هذه بعدها ربع ساعة. ولا أي حاجة، ما يظنك نتكلم الحين. من اللي صور يا عبد الله؟ والله إني ما أعلم. من اللي قابلكم برا؟ والله إني ما أعلم. من رحتوا معه؟ والله إني ما أعلم. ما يعلم عن شيء يا فهد. اللي صور ما اعرفه. حتى احنا ما نعلم، حتى احنا ما نعلم هل كلمت بابا، ما نعلم معك فطور، ما نعلم كيف سحبت الشيخه منك، كيف خذت 5000. اما الفطور فافطر اخوياي، والمقطع بعد مده طويله والامور يسره. طيب وبتزين وجعل الرديان فداكم. اما الشيخه بتجعل يجعل جميل في بطون الرجاجيل وما فعله. لا تجعل جميل في بطون الرجاجيل وانت ما فعله. ما افطر الرجاجيل. لا افطر. لا ما افطر. لا والله انه ما افطر. لا تجعل جميل في بطون اخوياك وانت ما فعلته. الفطور ما هو بجميل وانا اخوي. ايه. لا, لا, لا 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 عموما عبد الله ما هو بجميل. لا اخي عليك وجه الله انت خليه، على اني ضحيت بدرجاتي وضحيت بشيختي عشان افطر. يلا غلط. ولا جاء فطور. بنسلك لك. ولا كلم احد ولا شيء. انت ما جبت شيء الى حد. بنسلك لك، الحين بنسلك لك. انت الحين ايش فيكم؟ جبت فطور وكلمت باضه وطلعت ورجعت. ما عجبتهم ردوا. طيب عبد الله رحت جبت فطور كيف؟ بايش يعني؟ على السيارة يعني. سيارة من؟ خذينا سيارة حقت من؟ ما ابغى اسولف لك، يمكن اضايق احد من اخوياي، يمكن ما يبغى، يمكن احد من اخوياي ما يبغى. لا انت ما تدري، وداها محمد عيسى ورجع. يقول سيارة محمد عيسى زينة. هو يبقى سيارة قديمة محمد عيسى زينة. عبد الله شوف المشكلة، تعلم عن شيء ولا ما تعلم؟ وش؟ في متلازمة اسمها المشي وانت نايم، تعرفها؟ متلازمة المشي وانت نايم. متلازمة يمر فيها اخوي سعد الشهري، اما انا ما امر فيها. اي كويس، لاني انا اخاف ان هذه هي متلازمه تصير مع كثير مع اللي يطبون. شوف احنا عندنا حالتين، احنا عندنا حالتين، عندنا الناس على شكلين. الشكل الاول الحين ازعل على الشيخه ولا على اني ما جبت فطور؟ لا احنا ما نزعل، احنا جالسين نضحك. على خشمي والله ان شاء الله قاعد اجيب لكم فطور بالضبط. اي وعلى الله احنا جالسين نضحك بس.
احنا احنا عندنا نوعين، نوع عبد الله الشهراني اللي ما يعرف يكذب ولا يعرف يجحد هذا، وعندنا نوع طال عمرك يصمل في جحده بعدين يسوي ذي فيستجيبون عليه الرجال فياكلونه. وترى كلها النوعين هذه موجوده عندنا يعني انا تمنيت حتى اجي التبرير مناسب. عمر عبد الله شكرا شكرا لانك انت ما تعلم عن شيء اليوم. شكرا عبد الله مره شكرا. ايش الحين ايش الوضع عبد الله؟ عبد الله لبيه باسم جماهيرك الله يجزاك خير، حاب اشكرك على الفعل اللي سويته. طيب اقدر اتكلم انا بخصوص هذا لان انا معي لسان، ما هو بلازم تتكلم عني. قلت تكلمت انا انا اشكرك مني. انا اشكرك باسم جمهورك انك اهتميت فيه وقدرت التصويت اللي اعطوك اياه. ممكن اكمل؟ طيب خذ راحتك. وقدرت التصويت اللي اعطوك اياه، وقدرت التشجيع اللي اعطوك اياه، وقدرت الدعم هذا كله بهذه الحركات اللي ما ادري ايش اسميها. شكرا يا عبد. ممكن اتكلم؟ طيب انا الحين تفضل عبد الله المساحه لك. تفضل تعطوني لو كان يلا ها 30 ثانيه ممكن لك دقيقه يا عبد الله. الله يجعل هذا جميل في بطني بعد. شكرا. تفضل. لا ما بجميل، هذا حقك ومنصتك ومكانك. اول شيء ما حد جميل يا جمهوري العزيز، الله يجعلني فداكم واحد واحد. اللي حصل حصل، ولو تردنا يردنا الوقت والله ما فعلناها غير انها وقعت. واللي مثلكم يعذر وابشروا بالعوض وما فات الا الشر باذن الله. اذا ربي كتب احنا نستمر، فوالله العظيم ان نطربكم ونسعدكم ونعوضكم. تذكرك هذه الوعود بشيء؟ الله يجعلني في دور. شكرا عبد الله. يلا شكرا عبد الله. احنا من محبينك يا عبد الله بالمناسبه، لكن سمي